يعني مفيش حاجه كابتن، يعني حاجه بره السياق كده معلش، يعني يمكن بناشد يعني زملائي المحللين يعني في القناه اللي حضرتك عارفها يعني يعني يبقى عندهم موقف وطني شويه، يعني ده اللي انا اقدر اقوله. لان انت جيت على دول، هو انتوا السياسه اللي مقطعين بهدلنا يعني؟ لا دول خونه خلاص يا كابتن. بتوع السياسه دول يعني بتوع السياسه يعني ده هم، خلي بالك يعني خلي بالك القطريين ما بيشتموناش زي المصريين اللي شغالين في لا القطر. لا دول مش مشكله، دول يا كابتن دول خونه، انما التانيين ناس محترمه وكل الحب والاحترام والتقدير. الاخضر جامد قوي. لا لازم موقف وطني في الظروف. مغري يا جماعه، حتى ما عندوش مقاومه، لا عنده وطن ولا دين ولا مبدا. كابتن بلال اختم. اتمنى طبعا ربنا ان شاء الله يعني يفك الازمه اللي احنا فيها، ونتمنى النصره طب تدعي لنا دعاء كده تخدم لجيش مصر يا رب. ادعي لنا دعاء كويس، ادعي لنا دعاء كويس، ندعي. ماشي. اللهم رب السماوات رب العرش العظيم. اللهم رب السماوات رب العرش العظيم، يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض، يا ذا الجلال والاكرام. اللهم من على مصرنا بالامن والامان، واحفظها من كل سوء. آمين. اللهم احفظها من كل سوء. آمين. واحفظ اهلها. آمين. وشعبها. آمين. اللهم احفظ اهلها وشعبها. آمين. اللهم انصر جيشنا. آمين. اللهم انصره على اعدائنا. آمين. اللهم ثبت اعدائنا. آمين. اللهم ثبتنا يا رب العالمين. آمين. انصرنا على اعدائنا. آمين. نصرا عزيزا يا رب العالمين. آمين. اللهم جمع بيننا والف بين قلوبنا. اللهم جمع بين شعب مصر العظيم. اللهم جمع بينه وجمع شمله يا رب العالمين. آمين. اللهم لا تشتت أمرنا. أمين. اللهم احفظنا من كل سوء. أمين. اللهم احفظنا من كل سوء. أمين. اللهم عليك بمن عادانا. أمين. اللهم عليك بمن عادانا. أمين. اللهم انصرنا نصرا عزيزا يا رب العالمين. أمين. اللهم فك كرب المصريين. أمين. اللهم فك كرب المصريين. أمين. اللهم وحد صفهم. أمين. اللهم وحد صفهم. أمين. اللهم جمع شملهم. أمين. اللهم شتت أعداهم. أمين. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. أمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. أمين. اللهم تولنا بأمرك يا رب العالمين. أمين. وأحسن وقوفنا بين يديك يا أكرم الأكرمين. انصرنا على كل من عادانا يا ارحم الراحمين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.